ثلاثة أيام متواصلة تنافس فيها 12 ناديا ومركزا رياضيا في بطولة الجمهورية للطيران الشراعي الانحداري بنسختها الرابعة، والتي أقيمت في محافظة دهوك. هاي البطولة يشارك بها 15 النادي والمراكز في عموم العراق والإقليم كردستان، ونختار بيناتهم الفائز الأول والثاني والثالث على المستوى الفردي وعلى المستوى الأندية. على المستوى النادي والفردي احنا نختار احسن اللاعبين اللي يوصلون الى دقة وصول البوينت اللي عندنا، هذا هو احنا نشتغل عليها. القوانين والتعليمات الفاي احنا نتبعها. اتخذ الاتحاد العراقي للرياضات الجوية اقليم كردستان كمقرا دائما للتعسكر واقامة البطولات، وذلك لتوفر التضاريس المناسبة والطبيعة الخلابة، فضلا عن دعم حكومة إقليم كردستان لهذه البطولة من أجل النهوض بهذه الرياضة وتطوير أداء الأندية واللاعبين. منطقة دهوك ساعد على إقامة مثل هكذا بطولة، والمتوقع أنه احنا مجربين هذا الموضوع سابقا أيضا، فبنجاح باهر بدعم أيضا من الأخوة اللي في الاتحاد الفرعي في الجوي لإقليم كردستان، وكذلك وزارة الثقافة والشباب في الإقليم أيضا. هاي البطولة بصراحة لاقت دعم أيضا من ناحية مادية ومالية من وزارة الشباب والرياضة في بغداد، وكذلك وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان. حاز النادي العراقي المركز الأول في البطولة وحلبجة في المركز الثاني، بينما جاء نادي هولير في المركز الثالث، وتم اختيار 6 لاعبين لتمثيل المنتخب العراقي استعدادا للدورة العربية للرياضات الجوية، والتي ستقام في 23 من الشهر الجاري في محافظتي أربيل ودهوك بدعم من حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الاتحادية. لقناة زابروز الفضائية بيوار داخز دهوك.